السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على كلمات مهمة باللغة الفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. فالكلمة الأولى ديانة أو دين هي une religion. ديانة الإسلامية la religion musulmane ديانة الإسلامية أو دين الإسلامي. مسلم un musulman. امرأة مسلمة une femme musulmane. فune femme امرأة musulmane مسلمة. يهودي un juif ou yahoudia, yani المؤنث. une juive. وبالنسبة لليهودية أو الديانة اليهودية فهي le judaïsme. فهنا لا نقول le judaïsme، فهذا خطأ شائع. وبمناسبة في فيديو سابق فكنت ذكرت مرض الربو وقلت هو لازم، والعديد قالوا لي هذا خطأ فنقول لازم وليس لازم. فبالعكس مرض الربو هو لازم وليس لازم. وأيضا بالنسبة للتوحد فالتوحد هو لوتيسم وليس لوتيزم. فهذه أخطاء شائعة. فاس كنقراوها بزيد عندما تكون entre deux voyelles، يعني بين جوج نتاع لي فويل. وهنا ايضا اليهوديه سي لو جودايزم وليس لو جودايزم. داكوغ، فنتمنى يكون واضح لكم. نكملوا الدرس نتاعنا. الوغ قلنا اليهوديه لو جودايزم. مسيحي او نصراني كريتيان. فانتبهوا بالنسبة لكريتيان فسي اش كنطقوها بكا كريتيان. المسيحيون لكريتيان. رجل دين مسيحي فهو ان بريتر. فان بريتر كيعني كاهن او قس. ان بريتر، فانتبهوا بالنسبة للبريتر او كنكتبوها باكسون سيركونفليكس. المسيحية يعني الدين المسيحي فهو لو كريستيانيزم. هنا ايضا ليس لو كريستيانيزم بل لو كريستيانيزم. البوذية لو بوديسم. فالبوذية هي ديانة أصلها هندي. ملحد، فملحد كتعني كي نو كخوا با اون ديو. آتي ملحد آتي، وبالنسبة لآتي كنقولوها الفيمينا والماسكولا، يعني المذكر والمؤنث آتي. الإلحاد هو لاتيسم. مسجد une mosquée. مئذنة un minaret. كنيسة une église. القرآن le courant. آية قرآنية un verset coranique. الإنجيل l'évangile. الكتاب المقدس هو la Bible. يعني الكتاب المقدس نتاع الديانة اليهودية والمسيحية كيتسمى لا بيبل.
المعتقدات هما الكرويانس الكرويانس فإلا بغيت نقول مثلا المعتقدات الدينية هي الكرويانس ريليجيوز الكرويانس ريليجيوز الإيمان لافوا 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 اعتنق ديانة هي se convertir à une religion se convertir à une religion se convertir à une religion علماني لايك 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 علماني كتعني لايك والعلمانية هي لا لايسيتي لا لايسيتي لا لايسيتي تعدد الزوجات la polygamie la polygamie la polygamie la polygamie الخطيئة le péché le péché le péché ارتكاب خطيئة هي commettre un péché commettre un péché commettre un péché لعنة يعني فعل فعل لعنة مدير 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 جنازة فنراي 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 قبر هو une tombe une tombe une tombe الميت défunt le défunt le défunt وبالنسبة للفيمينا أو المؤنث هي défunt défunt للميتة défunt الجثة le cadavre le cadavre le cadavre الجثة هي le cadavre جثة الفقيد الفقيد أو الميت le cadavre du défunt le cadavre du défunt le cadavre du défunt دفن فهو l'enterrement 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 وبالنسبة للفعل يعني دفن enterrer enterrer le verbe enterrer موكب جنائزي فهو un cortège funèbre un cortège funèbre un cortège كيعني موكب un cortège funèbre موكب جنائزي العبودية l'esclavage l'esclavage والعبد هو l'esclave 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 تجارة العبيد le commerce des esclaves le commerce des esclaves le commerce كتعني التجارة des esclaves فالes esclaves هما العبيد فle commerce des esclaves كتعني تجارة العبيد الخرافات فهما les superstitions les superstitions les superstitions أو les mythes les mythes كتعني أيضا الأساطير الخرافات أو الأساطير les mythes العرافة اللي هي أيضا من les superstitions la voyante la voyante la voyante وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة تعرفنا فيها على بعض الكلمات التي لها علاقة بالديانات نتمنى درس اليوم تكونوا استفدوا منه وما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة جيم أو إعجاب الفيديو فهذا كيشجعني نقدم لكم مزيد من الدروس ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله